السلام عليكم. كيف ما سمعنا الناس الكل اليوم في موزايك فهم حكيوا على الاستنتاج اللي خرج به المدرب بيتوني بعد تقريبا 3-4 ايام على التربص اللي قاعد يقوم به حاليا النادي الافريقي في تبرقة. الاستنتاج متاع المدرب بيقول ونعود نقولوها الحمد لله انه خرج مدرب وحكي على الاخطاء اللي نسبة كبيرة من جماهير النادي الافريقي تعرفها او على نقاط ضعف النادي الافريقي، نقاط الضعف اللي تتمثل على الجانب الايسر. المدرب بيتوني قال لك ادم الطاوس، وعلى حسب ما شاهد بعض من المقابلات الموسم الفارط وعلى حسب ما عين اللاعب في التدريبات قال لك الجانب الايسر للنادي الافريقي ما يطمنش. يعني كل الفلومة متاعك اللي تعمل فيها وتجري زعمة باش تلعب توش بالزربة وكل متغشش وكذا وطابت تاكل تعطيها ضربة عيسى العيدوني، ما تمكن تمشي مع مدربين توانسة، لكن ما تمشيش مع المدرب بيتوني اللي احتك بملعبية في قيمة كريستيانو رونالدو، كريم بن زيما، راموس، يعني ملعبية من المستوى العالي يعني ما تعديهاش انت عليه. والحمد لله انه كما قلنا اعرف انه نقطة ضعف النادي الافريقي الجانب الايسر، وقال لك في اقرب وقت ممكن وخاصة بعد اصابة الحمروني اللي الاصابة متاعه باش تبعده على التدريبات اشهر، وبعد باش يرجع ريديكاسيون ويرجع بشوية. يعني المقابلات الاولى من البطولة التونسية الحمروني ماهوش باش يكون موجود في التشكيلة الاساسية، وباش يبدأ ادم الطاوس لو النادي الافريقي ما تعاقدش مع قائد ونجم فريق الاتحاد المنستيري هشام بكار. المركز الثاني واللي يعتبر كيف نقطة من نقاط ضعف النادي الافريقي السنتينيل البيفو. يعني عدنا والله يرحم والديك يا بيتوني، بعد انت تنجح ما تنجحش في النادي الافريقي هذيك حاجة اخرى، اما انت كي تخرج وتقول نقطة ضعف النادي الافريقي باستثناء الجانب الايسر كيف السنتينيل، قالك ما حشتيش بالنوايا هذيك متاع احسن بيفو في تونس وضرب عام كامل بطال ما خزرت له حتى جمعية، وقالك يستحق المنتخب التونسي واللي في المنتخب ما همش خير منه، اما الله غالب على خاطره يلعب في النادي الافريقي ما عندوش بلاصة في المنتخب التونسي. الحمد لله انه جاء مدرب يعرف يقيم، قالك الملاعب هذايا ما يصلحش انه يكون في تشكيلة النادي الافريقي لو كان يحب يلعب على الألقاب. راهو الكرة العصرية يزلنا نفهموا حاجة، مش ثم السيس اللي هو سنتينا اللي يفك كرة ويعطي باس الأقرب واحد لي، وذم الويت اللي هو يربط بين الدفاع ويربط بين الهجوم، وثم الديس الويت يوصل له الكرة، والديس هذه اللعبة القديمة، والديس أوكي يخرج لك يخرجك تاتاتات أوكي يعطي كرة في الاسباس كذا كل شيء. ديس متاعنا الكلاسيكي المعروف اللي ما عادش موجود منه في الكرة العصرية. الكرة العصرية توا اللي عاد ثم سيس لويد لديس، الويت قاعدة الثلاثة اللي يلعبوا في وسط الملعب يلزمهم الثلاثة يكونوا ويت، يطلعوا مع بعضهم ويرجعوا مع بعضهم. هذه الكرة العصرية، حاجته بسيس يخرج لك كرة نظيفة، حاجته بسيس يهز الكرة القدام ويطلع معها. أحمد خليل ما عندوش، أحمد خليل وقت اللي يحب زعما يلعب القدام ما يلقاش الحل يلعب الطويل ما يوكلش الخبز في الكرة العصرية، الطويل ما يوكلش الخبز وقت اللي انت تحب تلعب لاتاك بلاسي وتبني الهجمة متاعك يا اخوي، يعطيها لك المدافع ديريك تعطيها القدام، ولا ما لقيتش حل تفكها وتعطيها لزوز متر وبجنبك، يعني مش ترجع لادفرسير التالي ويتمركز مليح. وهذاك علاش بيتوني قالك في اقرب وقت ممكن يلزم النادي الافريقي يتعاقد مع سنتينيل العصري، سنتينيل يعاون القدام يعاون الهجوم يخلق الكثافة العددية القدام، وكيف كيف تلقاها التالي في البوست نتاعو باش يعاون الدفاع. إدارة النادي الافريقي الموسم الحالي القاتل اللي حاجتها به في الملعب التونسي، تحب ولا تكره الملعب التونسي من أبرز الأندية الموسم اللي تعدى، الملعب التونسي اللي فاز بكأس تونس، الملعب التونسي اللي عنده ملعبية برزو
ممكن ما نقولوش من افضل الملاعبيه وما نجموش نقولوا افضل ملاعبيه في البطوله التونسيه، لكن اكثر الملاعبيه برزوا الموسم الفار، تلقى المآل نتاعو في الخضراوي تحب ولا تكره. انت وقت اللي تلقى اللاعب الجزائري اللي مشى للجزائر على ما اظن اتحاد العاصمه، نحكيوا على الطيب المزياني اللي ما عمل حتى شيء في النادي الافريقي، ويجيب لك الخضراوي اللي برز بشكل كبير واللي ما يخافش ملاعبي ما يخافش ياخذ انسياتيف ويقدم القدام ويفسخ ويعملهم الكل مع الملعب التونسي مع النادي الافريقي. نستناو باش يترجم اللي عملوا النجاحات اللي عملها مع الملعب التونسي باش يترجمها مع النادي الافريقي. كيف كيف بن عبد، بن عبد اللي كيف ما نعرفوا النادي الافريقي يشكو من محور الدفاع، جابوا بن عبد ملاعبي راكز كذا نزيدوا كيف كيف نشوفوه في النادي الافريقي. لكن حاليا النادي الافريقي عينه على شكون؟ عينه على يوسف أمارو، اللاعب السابق للاتحاد المنستيري الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي، عقده ينتهي 30 جوان 2025. يوسف أمارو وقت اللي تدخل في الليسيكونس فيديو أكيد ما ثماش واحد فينا ما شاهدش يوسف أمارو مع الاتحاد المنستيري مع الترجي الرياضي التونسي، فقط ما نجحش، مش اللاعب مش في قيمة الترجي الرياضي ولا اللي متواجدين في وسط ميدان الترجي الرياضي أفضل منه، لكن ما نجحش. صاريب سبحان الله ملاعبي مع فريق معين ما ينجحش ما ياخوش فرصته كاملة، فريق ما ينجمش يصبر عليه، عنده كاس الشامبيونز ليج، عنده كذا عنده كذا، راى انه اللاعب هذا ما يصلحش به. شفناه في الملعب التونسي اش عمل الموسم الفارد. أمارو كما قاعدين نشاهدوا مع بعضنا في الصور اللي يبحث عليها المدرب بيتوني، يعني حتى كي تجي تشوف المركز أمارو نجم يلعب لك سنتينيل، نجم يلعب لك القدام، يعني أمارو من النوعية متاع الملاعبية اللي تلقاه وراء المهاجمين، يعني عبارة نحكيه على ديس، انت كي ما تعرفش الملاعب هذا تقول ديس يلعب وراء المهاجمين، هو في افتكاك الكرة تلقاه في الهجمة كيف كيف تلقاه. رغم التصاور هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم راهو كلهم انتهوا بأهداف اليوسف أمارو. كيف كيف يوسف أمارو يعرف يتمركز مليح، يوسف أمارو يعني فيزيكمون ممتاز، يعني من النوعية متاع الملعبية اللي تلقاه دفاعيا وهجوميا ويكمل لك 90 دقيقة. ملاعبي راكز، ملاعبي رزين، ملاعبي ماهوش يخوف، ماهوش يفرفاش قدام المرمى كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا بالصورة هذه، كيفاش أقرصها بلغتنا احنا العامية بحارس المرمى، ما تربثش، أعطاها حقها وأكثر من حقها. ممكن لو كان جاي مهاجم راهو ما تصرفش مع الطريقة مع الهجمة هذه كيف ما تصرف معها يوسف أمارو. كيف كيف كنجي نشوفوا مع بعضنا اللقطة هذه نلقاو يوسف أمارو هو اللي فك الكرة، يعني لاعب فك الكرة في وسط الميدان، أعطاه باس على ما ظن الهيكل الشيخاوي مع الاتحاد المنستيري وكمل الهجمة للآخر توصل له الكرة، كيفاش دار بها، كيفاش حطها في اللونجل، يعني بصراحة نعود نقولوها اللاعب اللي يبحث عليه المدرب بيتوني باش يلقاه في يوسف أمارو. بعض الأخبار تحكي أنه النادي إدارة النادي الإفريقي وبين الملعب التونسي، هذا اللي باش نعرفوه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. نعود نقولوها إن شاء الله، لو يوسف أمارو يتعاقد مع النادي الإفريقي مع هشام بكار مع مهاجم، ليه صاحبي تولي الموسم الحالي حتى لو النادي الافريقي الترجي الرياضي جاب البلايلي وجاب مكوهنا وجاب كذا وجاب كذا، النادي الافريقي قادر انه ينافس على البطوله التونسيه. بعد وقت اللي تكون مراهن ومنافس على البطوله راه المركز الثاني والمركز الثالث اللي يخولوا لك انك تشارك في مسابقه افريقيه راهم بحول الله يجيوا بطبيعتهم، عمرك ما تعملهم هدف، الهدف نتاعك مشاركه على البطوله، من بعد يجيك تجي المراكز المؤهله للمسابقات الافريقيه. اما وقت اللي تعملهم اهداف، الهدف نتاعنا الموسم الحالي ما نجموش البطوله، نلعبوا على المرتبه الثانيه ولا نلعبوا على المرتبه الثالثه. وقت اللي تعمل هدف مرتبه ثالثه تنجم توصل الهدف هذاك المرتبه الثالثه، كما تلقى روحك متواجد في المرتبه الخامسه والمرتبه السادسه. حظ موفق للنادي الافريقي. في ختام الحلقه كالعاده البياري ما تبقى كبش يقولكم تحيه تونس، عيش تونس، كنا تونس، وسلام.